صور الماضي، طقس سنوي ومشوار عائلي قدر يترك بصمة داخل كل سوري. معرض دمشق الدولي بدورته 59 رجع ليفتح أبوابه أمام زواره بعد غياب دام 5 سنوات وبمشاركة بلغت 36 دولة. معرض دمشق الدولي شكل جزء أساسي بذاكرتنا، فشو بيعني اليوم عودة فتح أبواب المعرض من جديد وشو كانت آراء الشارع السوري؟ خليكم برفقتنا. معرض دمشق الدولي رجع ليفتح أبوابه أمام زواره بنسخته 59، فشو بيعني لك اليوم عودة المعرض وشو اللي ناطرتيه اليوم من معرض دمشق الدولي؟ هلا بيعني يعني عودة سوريا قبل 2010، يعني الأمان، يعني سوريا رجعت، وشي كثير حلو كثير مهم. فخر كبير كثير يعني هالموضوع، يعني ومبسوطه لهالشيء كثير حلو. هو من زمان هذا المعرض كثير بنحبه لانه بيجمع كل الدول. معرض دول يسقى الله هذيك الايام، ايام الشام، ايام سوريا كلها، ان شاء الله ترجع مثل ما كانت واحلى وعمار يا رب. بيذكرنا بايام زمان، بايام قبل الاحداث، ومبسوطين كثير كثير نحن انه رجع. شلون وقت الواحد لمه العيد او مثلا بينزل الواحد لتسوق العيد، يعني مثل عيد مصغر، انه هاللمه هالجمعه هالمعروضات هالشغلات تراث بلد، عم تتفرج على شغلات بلد تانية، حضاره تانية. يعني انا بتذكر كنت اطلع، انا بهتم بالمجال الالبسه والاحذيه، كنت اطلع على الموديلات الجديده من شركات جديده، يعني انا بتذكر انه كان يخدمنا بكثير نتعرف على التجار وهيك. هو كثير خطوه، يعني بنشوف تفاؤل كثير للشارع السوري انه كثير حتى ترجعوا لايام، اول شيء ايام كثير كانت حلوه، لها ارتباط كثير حلو بحياته، والشغله الثانيه انه يعني خطوه ايجابيه طبعا، يعني بتخليكي انه هيك يعني تحسي انه ان شاء الله هيك رجع الامان للبلد، ان شاء الله يا رب. انا من حما جاي لهوني مشان بدي احضر معرض دمشق الدولي. حنين وامل رسمته حجم المشاركه الخارجيه على ارض دمشق، ارض الياسمين، واستعداد كبير لمعرفه ما سيحمله المعرض بين اجنحته لهذا العام. متجاوزاً تحديات الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري، ومتحدياً من أراد للحضارة السورية أن تغمض عينيها عن تطور ما حولها، يعود معرض دمشق الدولي بنسخته 59 بمشاركة عربية وأجنبية واسعة على أرضه، ليكون بوابة مرحلة جديدة لإعادة إعمار الحياة على أرضه. للإخبارية السورية هزار عبود.